أنا دائما أقول أن الوضع في العراق لا يمكن أن يتغير ويعود العراق إلى أبنائه وإلى أبناء الحقيقيين إلا بإرادة دولية. كما جرت عملية تغيير النظام السابق لابد أن تجري عملية تغيير النظام الحالي. بدون هذا لا يمكن أن يغير الوضع في العراق. المجتمع الدولي غير مستعد وحتى الدول الإقليمية لعودة العراق إلى تقريبا 2003 وهذا الوضع اللي ما رافقه بعد أنا لا أقول يعود العراق إلى ما قبل 2003 نعم. أنا أقول حتى يعود القرار والسيادة للعراقيين أنفسهم لا يمكن أن يتحقق هذا إلا بإرادة دولية. أما إذا بدون إرادة دولية لا يمكن لإيران أن حقيقة أن تتخلى عن العراق في يوم من الأيام. التدخل الإيراني ربما أقل من التدخلات السابقة، تعتقد هذا صحيح لو خطأ؟ إيران لا ولن تتخلى ولن تتراجع خطوة واحدة ما لم تكن إرادة دولية، ولكن فيما لو تحالف الصدريون مع السنة مع الأكراد مع المستقلين أنا أقول ستفقد إيران أكثر من 80-90% من وجودها في العراق. قيس الخزعلي حقيقة لها دلالات وها معناته أن هنا في جعبتها شيء وأنها هنا قدمت له للعروض عرض للخزعلي مقابل القبول بنتائج الانتخابات، وقد أصدرنا في ذلك بيان شاركت فيه أكثر من 20 قوة وشخصيات عراقية، أصدرنا طالبنا فيه بعدم انسحاب القوات الأمريكية. انسحابها في مثل هذه الظروف يعني تسليم العراق لإيران على طبق. هذا أمر. ثانيا ضيفك تامل يقول هناك خروقات في هذه الانتخابات. أنا أسأله في عام 2014 كان 5 ملايين سني مهجر الآن في الإقليم وخارج العراق وبعض المحافظات كانت ساقطة تحت داعش ومع ذلك أقروا الانتخابات. في عام 2018 معظم المنظمات جميع المنظمات التي كانت تراقب الانتخابات أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 18% ومع ذلك رفعوها إلى 42 من 46. هذه الانتخابات أياد علاوي بنفسه قال نسبة المشاركة تتجاوز 12% ومع ذلك رفعوها وقروا. لماذا التركيز على خروقات بسيطة وإهمال تلك الخروقات؟ الكل يعلم أنه إذا كانت نسبة المشاركة في الانتخابات أقل من 40% لا تعتبر شرعية، وهذه دورتين تجري في الانتخابات ونسبة المشاركة لا تصل إلى 20%. لماذا عندما خرجنا باعتصامات سلمية عام 2013 اتهمونا بالإرهاب ولم تصدر في ساحاتنا طلقة واحدة؟ الآن يصلوا إلى المنطقة الخضراء ويواجهون القوات الرسمية ومع ذلك لا يتهمون بالإرهاب.